هي الحلوه غنصايبها لراسي ما غاديش دراري. وشادي هو يمستار بلا ما نسيو شي واحد وقال باغيني جو الدراري. شو المرض اللي مرضت واحد المرض خايب ولا كيتهيئ ليا اصوات ديال شي واحد كيغوت الياس حضر البحر ديال الناس كيغوتوا الياس فهمتي. مرض تفودني في صحتي حيت مريض شويه. بنادم يجي عندك لداركم وبنادم يعرف داركم ويوميا بنادم كيجي عندك فهمتي والتصاور وكاينه مرض في صحتي ومبقيتش كناس مزيان والله وليت عايشه بالدواء ديال الدرس. الله يعطيني شي كسيده مبقيتش دابا انا بالك دابا تخيل جوج بشتي 50 كيغوشوا الي حنا طليت ما لقيت حتى واحد انا راه مرض نشريها من برا ويا مستار الدراري دايره فلوق مايونيز ناري ماشي باغا تصاوب قال لي باغا تصاوب التوكان الراجله بلاتي غنصايب الحلوه لراسي هادي هيرنيس زبده ديال الحلوه جيلاتين سير احمر. المهم ما نقدرش نصور لكم كلشي البنات حتى الاخر وشوفوا الطبله كي دايره شوفوا الطارطه اللي غنصايب يا ريت اش كتهز هذا الشيء هادشي راه طرت صراحه دو لي اصحابو بصح عندكم شنو هي هادي فين قعد الرز قال لها فين قلعه الروجيه راه بصح وقالت لي غير صاحبو بصح اصحابو بصح اسمع اخويا عندك مصحابكم هذا الشراب راه مناضه راه ريت اجي شربي اصحابو نشرب انا سكر الدري لا راه مناضه راه مناضه والله حتى مناضه الله يعطيني كسيده حتى مناضه ها شو ها صاحبكم هذا الشراب راه باينه اللون كله مكتمل في الكاس ابيض كون كان روج لتحت كيكون بزاف مار بين مناضه دقه بطله والله ما ينفعك قلت لك واخا الحموشي ما ينفعكش كود بيستو يتحيد تنوض لك حريه الاطفال القايده غيتها مسكينه كاع ما صيفطتها ندى حسي على الاطفال ما معهمش اللعب لا راه ريت اجي شربي نسحب ونشرب نشرب عشاء شنو هي هادي فين قعد الرز قرعه اصحابو بصح عندكم قرعه المناضه شرب شرب اصحابو قعد المناضه هادي اهلا خو هادي قرعه المناضه اللي فان ديالي انا لبست الراجل الاحمر طوان قحم جوج الله يخليك الراجل حمرين وهذا احمر ودرت الاول بس باز لد الراجل كيشوف التحركات تصور تكون مجهول بشي مرة وتشوف فيها كدير التحركات وحاطة ديك الحطة ديال الكاس والدي لك بنت وديك البنت تاهي مشكلة واقيلة فاش غاتجي واش فهمتي هذا احمر وكلشي احمر ريتاش هي البسة الاحمر دارا كانا راه دخلت معايا بنتها باش طيحني في مسيرة التشلل باش انا بنتها غزي ولا مسكينة كيوت الله يعمرها دار تا هي مسكينة دريوش هادو هي مسطارة كنت واخد عليها واحد فكرة شمال الساعة طلعت دريوش وحق الله الاخوان الى احسن انسان انا تلاقيت معاها في 2022 هي عائشة راح كنت سميتي عائشة قال لها احسن انسان تلاقيت معاها في 2022 كنت هي كتصاحبو غير يقول لها في حياتي هو يقول لها في 2022 اسكت باس لها اليدين الله يسمح لنا من الوالدين باس لها يديها ضحكتيني واش توزي في 2022 المشاكل على المشاكل واش توزي في مسكين كنا خدامين في الجبال في الفيرمات ديال الدجاج اش
هاد الحب بدا كيكون ما من حتى طرف، كيكون كاع حب كتكون ملاقيه، فهمتي؟ ملاقيه كيكونوا ماشي تولف، كيكونوا غير ملاقين وما عارفينش راسهم علاش ملاقين. حب ما تقل، حب ما تقل، الشراجم ديال الكاتراس. لا لا ماشي هاونيش نتصاحب، والله مزيان اني شفت هذا الفيديو باش نشوف اش كاين في الحب. أشوف صاحبي جليش ومسكينة كرة نوض شوفي زينب يلقطتها هانتي زينب هاي الحلوة اللي صايبت أنا شوفي أختي كدير ديال الدار هذا الفيديو اللي صايبتها صاحبتها في الواتساب أتدخل في الفلوغ نسيت ودخلتها في الفلوغ فهمتي؟ هيرنيز وبنانا يا يا ربي ندوش شي ليله مع شي دريه هكا دير لي حلوه بهيرنيس ونشرب من تمعجن ما والو لا لا تمعجن وصافي وتصاوب لي حلوه بهيرنيس ونهزها نهزها كيما حتى هو الاجواء زوينه هاد الحلوه صايبتها انايا ندوق راسي صافي باينه ملي صوبتها هي باينه حلوه ما حلواش باش يذوق ديال الدار زوينة هاد الحلوة البنات صايبتها في الدار زينة أنا عمر ما صوبت شي قلوة في الدار من غير البيض وآسي فرحانة مسكينة صوبت حلوة الله يسرح بينا مسكينة دهويا مسطار الله يسهل لها قسما بالله اللي عجبو المحتوى الدراري يدخل الله يسهل لها أنا زعما ماشي في الحساد ولا الله يسهل لها دراري هي مثل وقت كنت تقبل الكره بتسلا واقيلا كل ما زعما كل ما شفتش العافيه كل شعلت فينا ياك زق الولاد القحام ياك هذاك اللي جابو يضوي ليه بالشمع الشمع كان يحرقهم تزق الولاد القحام زعما كل ما شفتش العافيه فلتت بطي القحام فلتت بطي القحام ها الشمع الدراري ها محمر بالخضره لا داير الدجاج محمره كريتي انا درت ليه الدجاج محمر بلاتي ندير الرينغ لايت الخوت انا درت الدجاج محمر بالخضره لي محمر شدك مسلوق بلاش يكون ما درتيش الرينغ لايت الدجاج محمر بلاتي ندير الرينغ لايت الخوت انا درتيش هذاك مسلوق تلقاته في كوكوش هذاك والله ما محمر هذا فهمتي بطاطا ما فيها اللي نقيه دارتها كامله فهمتي بطاطا دارتها كامله هاهي هاهي بطاطا شوفوا لها صورة الدراري هاهي قاع ما تشوفوها هادي هادي راه بطاطا كاملة نقاد ما فيها لي قرن
هذاك ها قرطات هذيك القرعه وسلقتها الحامض نسات تدارت وقرطات وخضرها وفي محطوط اما تشوفوا شاف كحنت كاين انا دابا تم انا درت دجاج محمر بالخضره لي سلاد ود يعني وبالو يعني يعني على الصباح تصبح تبول فيه وكاك حمراء وتم معجن وتنسى راك واكل البال بالبارح واش بدا تقول واش هادي الكليوي مشاو ليا بالمعجون طرات ليا صاحبي هاد الليله كليت البالبا والصباح فقت مع ديك خمسة العشيه الصباح حاشاكم جبت حجري سرت نبوته كنشوف داك الشيء حمر وليت غادي على الطبيب وقلاوي وتحاليل ونكريت من تما الثاني ما تبقاوش تاكلوا البالبا الا كانت شي شريك هاد البالبا او الله سمحوا ليا كتبول كتدي لك لك انت مثلا الله يستر تقدر تفركل بها صح تبول داك البول حمرا صح البالبا مكفيه والو البالبا كتبان لينا مفيه حتى حاجه غير حمرا داك الشيء المهم انت سلايده مزيانه عشاو عاد ناكلوا الحلوه كما كتشوفوا لي فان ديالي حنا متعرف حتى هادشي مع الدراري اللي كان يحرقهم شي فلت والله الا قويلك تغنقول لكم فلت تبتي ما شفتش انا الطبله شعرتي انا ويا انا راجلي جالسين كنهضروا على الرومانسيه والعافيه شعله في الطبله فلت كان الله غياخذ لي حقي كان الله غياخذ لي حقي ولكن لله ما شاء فعل فلت تبت قسما بالله كون ما زعما كون ما شفتش العافيه كون شعلت فينا ياك السين يا استنى الشمع الشمع اللي الشمع هذا بحال كان طاح الشمع شرينا اليوم الشمع ودرنا داكشي ديال الرومانسيه ولكن شعلت فينا العافيه ولكن ما كانتش الرومانسيه داروا داكشي ديال الرومانسيه ولكن هذا الوجه ما ديرش معاه الرومانسيه دابا واش هذا الوجه غدير معاه جيب له وائل كفوري وما وما, وما, وما مين نجحش رومانسي معاه ما ترومانسيش معاه مسكين الرومانسية راه عندها وقتها وعندها مواليها صاحبي يجي تنجل وحاضيني تنسبكم متابعيني غاب وحدي وكن اعتيري وتالا بقيت ساكت بيبري